كلشي مزيان، الطريق محلولين كلشي، الله مالك الحمد، حيا الملك. حيا الملك. كي زيدوا البيه ولا البيه هذاك هي وادك، شنو طلبوا لكم؟ التلقيح ولا ضروري؟ ضروري لما دير التلقيح واحد ما تفوت منه ولا لا؟ واه. ها انت شنو درتي، التلقيح ولا في سي؟ ندير التلقيح، واه راه عندي عندك كنمشي في السلعه ديالي. يلا سي رحم والديك. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتواجد حاليا بميناء بني أنصار، وكي ننقل لكم أجواء أول باخرة تحط الرحال بميناء بني أنصار وقادمة من ميناء الميريا الإسبانية. اروح تاكسي النهار. اذن القوم مشيتوا راه من المسافرين الدار عند قوم النين دي تاكسي فغندوا غربوا ما مش تعود نخيس المسافرين انه مو يعم ابو يطس ليس دروس نيودان وثمان ما مش يتعود يجني النشغه يغرى شويه بور كيت كينت خوفوس اسبانيا 90 اورو اي بيتي. إذن هما ينو ما مشتو سيدي غربوا دي غربوا ما مشتو سيدي، يعني ما السفر نو مليح أول رحلة؟ الحمد لله مليح مزيان. حد كيف غربوا؟ أرا غيري حد كيف غربوا؟ شو جمهور شام؟ بيروح شو جمهور شام؟ 13 ساعة ونص. 13 ساعة؟ آه بزاف. واه كيدير سبعة سوايع هذاك 13 ساعة. 13 ساعة، بالنسبة للثمن الأثمنة مزيانة؟ الأثمنة 90 90 أورو، غالي شوية. غالي شوية. كلشي مزيان. واه. الطريق محلولين كلشي. واه. الله مالك الحمد، حيا الملك. حيا الملك. كي زيدوا البيه ولا؟ البيه هذاك هي. وادك. شنو طلبوا لكم؟ التلقيح ولا؟ ضروري ضروري لما دير التلقيح واحد ما تفوت منه ولا لا؟ واه. ها انت شنو درتي، التلقيح ولا في سي؟ ندير التلقيح، واه راه عندي عندك كنمشي في السلعه ديالي. يلا سي رحم والديك. غادي يخوي كل شيء هنا؟ غادي يرجع كل شيء. يرجع الاوراق ولا ما يرجعش؟ رجعت انت ترجع تخدم هنا. ايوا الله خويا، انا راني كنت هنا طايف كنعمل الوراق، معروف مع الراليه مع الفيري، معروف مع الجيش، معروف مع كل شيء. السلام عليكم، كي دايرين؟ الحمد لله خويا. اش غنقول لك، جينا مزيان الحمد لله حتى لهنا، وطلبونا طلبونا اللي عدوا الباكونا صافي. باكونا هو بي سي ار، اللي ما عندوش باكونا عدوا يدير بي سي ار. كي جات الباخره تعطلات ولا دغيا؟ لا تعطلت بزاف بزاف. عامره خاويه 12 لا خاويه بنادم شي 40 بلاصه هي اللي كاين صافي. جيتو مرتاح يعني؟ المجيه مرتاحين، ولكن تسخسخنا في الطريق 12 ساعه. كي داير الثمن؟ الثمن شويه طالع. طالع بريسيو غالي ولا رخيص؟ غالي بريسيو، طالع مزيان. شحال البلاصه على بيرسون؟ شحال طوبا لهم؟ شحال باش قطعتو؟ 90 اورو. 90 اورو 90 اورو على بيرسون بزاف. ايوا ايوا سيدي شكرا. شكرا اخويا شكرا. اسبانيا اميريا اميريا هي شنو الشروط اللي بغيتو تما؟ ديما فهمتي تلقيح ديال ثلاثة ديال الفاكسان. ثلاثة الفاكسانات ما درتيش بي سي ار؟ لا لا لا، عندك ثلاثة تلقيح بلا بي سي ار. واذا عندك جوج؟ ما نعرف، انا نكذب عليك. ما كي جات الباطو واش تعطل دغيا ولا؟ لا شويه شويه تعطل شي حاجه. تعطل شويه. واه. والثمن؟ الثمن شويه زادوا شي حاجه، ولكن هو هذاك ماشي زادوا شحال باش؟ زادوا هذاك شي 30 اورو هكا زياده. زياده. إيه بالنسبه لدغيا مزيانه الباطو؟ والباطو عامر خاوي خويا شويه شويه ماشي بزاف شويه. شكرا شكرا الله يرحم والديك. ضربها بالعربيه العربيه. نطلبوا لكم الشروط، شنو نطلبوا لكم الشروط؟ نطلبوا لنا يلا التحاليل، يلا الباسبور كوفيد. باسبور كوفيد؟ يلا الباكونه. درتي انت ديال الباكونه؟ ثلاثه ديال الباكونه. ثلاثه، ما درتيش بي سي ار؟ لا درت بي سي ار. درتي بي سي ار؟ درت بي سي ار، ولكن هنا ما طلبناش بي سي ار. اللي ما عندوش الباكونه؟ اللي ما عندوش الباكونه خصو بي سي ار. دير بي سي ار. واه. كي جيتي مع الباخره دغيا ولا تعطلات؟ تعطلت شويه. تعطلت شويه.
ولا اثمنه بالنسبه للتبغ؟ اثمنه 90 اورو. 90 اورو استاذ بخير. ما انا بخير احنا شكرناك. ملي كنروح في الطياره راه مزيان. وي كنا كنحضروا في الطياره سيمول سياسي راكو. منين جيتي انت؟ منين جيتي؟ جيت والله خاص كيقولوا ليه الميريا. مالاغا. من جيتي من مالاغا حتى الميريا ركبتي؟ والتذكره كي دايره غاليه شحال باش قطعتي؟ قطعنا بمية اورو. 100 اورو. 100 اورو. والشروط شنو طلبوا لك في الشروط؟ الشروط شنو طلبوا لك؟ ليبرا. غير ليبرا شحال انت ديال ليبرا؟ ثلاثة. ثلاثة. ما درتيش بي سي ال؟ لا درتها في اسبانيا ماشي هنا في المغرب. بالنسبة للباطو جا دغيا ولا تعطل؟ وشوية شوية إذا كانت السلامة راه كاين كلشي. واه نيشان. السلامة هي الأولى. الباطو خاوي عامر شوية أنا كاين كاين نادم. هذه الرحلة الأولى ياك؟ الرحلة الأولى للناظور هذه هي. أنا؟ واه. لا لا مشيت جوج مرات ولا ثلاث. لا ولكن هذه هي الأولى من بعد الفتح. ملي فتح. واه. شنو تقول للجالية اللي مازال عاد تجي؟ كلهم الله يوصلهم بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله برك رمضان كل شيء الله يبارك فيك ان شاء الله نصوموا ونعاودوا ان شاء الله يا رب شكرا مرحبا بك في بلادك الله يرحم لك الوالدين شكرا بزاف اذا قوم اخوان مشتوا انا مقوم شغل الجاليه الجاليه خدمت في الفرن تاريخ 60 او زو تاريخ يا المشتري من الاخوان خرج اخرج الجاليه اللي كانت السنه الدراري صوروا المسافرين الاولى دخل اخويا القدام الجاليه اللي جايين من الميريا كوستر من الميريا خويا كي جيتو في الطريق وشنو طلبوا لكم في الشروق؟ جيت مرتاح ولا جيت شويه شويه المهم حطوا الباطو شويه ولكن الحمد لله كل شيء مزيان كل شيء مزيان الشروط اخويا طلبوا لنا التلقيح إذا كان فايت 4 اشهر كيسير ما عندوش فايت 4 اشهر كيسير إذا ما تبقاش ثلاث مرات ولا جوج المرات الراشن الاول اذا ايثمان ايثمان قوم تواجد في المحطه البحريه بلينسا ممشي تورم اول باخيره تحط الرحاله قد نيتا بلينسا واذا قد فغند تصبوا عبد يدرو انفاح من شلينا ليش الفرحه من لا تصور نقطه الفرحه واش ثلاثه الملك كنا غيسد عاد الرئيس اسبانيا يصدغ المغرب عدلنا على خا سياسه عدلنا تم واحد مليح رخو ثاصم غرمو قيوز درخو انفاح الفرحه لا تصور الله ينصرو نصرا عزيزا هاني غني الجالية غطاس انت تغاس 50 30 20 سا ديبون شحال غادي تزن نيوذا مالو سيدي امس زوان تقنو خطا 16 على 20 تاكسي النهار مي تزو غربو مي واش اللي بغينا تاس انت راه غنسرى غادي نغني عاود غنفر 20 نير انت راه غادي نغني باش مرة هذا في 20 نغني 25 30 على حسب العام إذن ثم أقوم مشتورم وفغنت ربع هذا المسافرين واجبوا يطس تغربوا يوسين دروس المسافرين خضام نيويا ومتبر بعض التصاريح شيء يساور واخس نبوت سيورن المهم إن هذه الأجواء ميناء بني أنصار أقوم غاد ساعتها أول باخيرة باليريا تزدزي الميريا غاميناء بني أنصار ميتشتشان المسافرين قانوهم قا عطاش ويت ذي ربحة 13 ساعة إثكا ذي ربحة إذن الإخوان قومتين هذه الأجواء إن شاء الله أنا عن ثنين أديت فغاربو المسافرين طنوبيلات هذا هم نسوى الأجواء